كومبو كومبو ما عجبتش كومبو. كل عام وأنتم بخير وعيد مبارك سعيد للجميع. هذا النهار وقعت واحد الحاجة كتقتل بالضحك. سي عمر القزار ديال الدرب وخالد المتعلم ديالو تسرقوا عاوتاني. كانوا جايبين الخروف ديال العيد الشكليان وشادين العربون. علاش ربطتي الحاولي قدام هاد الحيط؟ صافي غيولي كله عامر صباغه وغيعمر كاع الدنيا. اسمح لي المعلم، راه ما رديتش بالي. ومن بعد عمر القزار دا معاه خالد المتعلم ديالو باش يقضيو شي غراض، وكان واقف قدام المحل عمي التامي مول الزعلوله واشرف شويكه، ودختناو في الشوشوار وقف كيتكلم في البورطابل، وكان الاستاذ فرحان الكتف وبات حمد البادر كيقرا الجورنال قدام العماره. ومني عمر القزار رجع ملقاش الحولي، وهو يسول عمي التامي مول الزعلوله قال لا والله ما كاين شي حولي جا اليوم الزعلوله، الحركه هي انا والدنيا هانيه. ومني سول اشرف شويكه قال انا طلعت نبدل حوايجي ونغسل يدي ويلاه نزلت غير دابا. قول لي الحولي اللي انت كتقلب عليه اشنو سميتو؟ غندير عليه الريسيرش في الفيسبوك. ومني سول الاستاذ سرحان الكتف قال انا نعست وانا كنقرا في الجورنال وحلمت يا ربي السلامه باللي راكب ثلاجه وكنطير في السماء. واش كتعرف اش كتعني ثلاجه في الحلمه؟ عمر القزار ما عرفش شكون اللي سرق الحولي، ولكن انا عرفت شكون. الى حتى انت عرفتي قول لنا شكون. واحد، واش عمي التامي مول الزعلوله؟ زوج، واش اشرف شويكه؟ ثلاثة، واش الاستاذ سرحان الكتف؟ ارسل SMS ل 9093 او اتصل بالهاتف الثابت 08 90 60 33 99 او بورطابل 40 43، وتربح 5000 درهم كل اسبوع. وما ننسوش المفاجأة الكبرى، سيارة فاخرة للفوز. وموعدنا في الحلقة الجاية مع تحيات المفتش كورومبو.